كانت مثل حالي، كنت عادي أو مثالي، وش تسوي لو حصل لك أو جرالك ما جرالي. شوف حالك، والله انا بسوم، انا في العمل الان. ايوه، واحد قال يصير تشي، والله شو البيس من المواطنين. يلا نمو ناخذنا مختصاصينا. مش اختصاصي انا، ماليش دخل. هذا ما يعمل، والله انه يسرق بتقارنا. بس انا مدخن لا بتقارنا، زعمني بيتي. حاضر حاضر، ولا يهمني. انا اللي انقل بالسوبر ماركت. حاضر، ايش طلباتي؟ ايوه تمام. شفته سارق، والله انه سارق. مدري مو سارق من داخل الدكان، بس انا مو دخلني، زعم من الدكان حقه. من انت؟ انا ضميرك الغائب والحاضر، ما اخليك اني لاغب ولا احمر. يا قليل الحياه اللي ما تستحي، هذيك جالس يسرق عندك الدكان وبالبيت ويرتجي، وانت المقلب ما دخلني ما دخلني. اتق الله بالكم، ما حد داخل ضميري يهدمني. انت الان قلت في جيبه حاجه صح ولا لا؟ لا كلام شفته انا. لحظه، طيب انت اللي بلغتني احنا انت في البدايه. بلغتني قلت يعني تروح زي يعني زبون يدخل يشتري حاجات وكذا وتقول لي يعني الان بجيبه حاجه. طيب الان ايش في بحاجه؟ ايش في بداخله؟ ما فيش حاجه معه. ما بلغتش عنه. طيب ليش يعني الان انت الان اتهمته باطل؟ انا كلمته ذا في واحد شكبه بس. طيب بس انت ها تعال هنا. طيب يعني الان ما تكلموا كذا على كذا على الزبائن مش مليح. انا شفته كذا بس ما شفته. خلاص اخي اعتذر له. ايوه مالك؟ عيب، اعتذر للراجل تتهمه بالسرقه. ها مو ذا الكلام، قلت له هنا مرتين تقول انه طيب خلاص تعال اعتذر له وخلاص. ايوه اعتذر له، هذا زبون عندنا يا اخي. يا اعتذر للراجل. كيف تشوفوا يا جماعه؟ حياك الله دكتور. مش واجب اعتذر؟ اعتذر على ايش؟ اتهمته بالسرقه. اتهمته براسك. ليش اعتذر له؟ ليش اعتذر له؟ انا ما قلت منه حاجه عليك يا اخي، حرام عليكم. تعال لهنا تعال. طيب خلاص، انت مش قلت انه اخذ حاجه ولا لا؟ انت مش قلت انه اخذ حاجه؟
انت مش قلت انه اخذ حاجه؟ انا ما قلت بل ما طلعش حاجه صح ولا لا؟ يعني الان خلاص الحين اعتذر له. لا تغمز ليش؟ اعتذر له طيب. ايوه ايوه يا الكرتون ده جالس يسرق يسرق حقه وانا جالس ولا قلوشي والله ولا هدل له حاجه. صاير يا اخي مجدي في حاجه ايش تمد يدك لقيت في حاجه بجيبك انا تشوف انا شفت تخبي بسكوت انا اخبي بسكوت يا عبدو فتشه لو سمحت شكرا متعاملين. طيب لحظه ولا شيء فين انا جبتوي اخبي طيب تمام الله يكرمك. شوف في حاجه الان شفت الان ما فيش كيف انا اتهمت الراجل باطل يا الله مستعان. انت شفته يا ولد انا ما شفتوش بس انا شفته انا كنت مجمع تمام مختار بس الان طلع ما فيش معه حاجه يعني الان حرقنا الزبون وعملنا له تهمه باطل. انا اسف يا رب كمان تمد لقيبي اكرم الراجل عيب والله عيب هذا على حسابك هذول كلهم كله سارق خلاص يلاك هذا على حسابك. انا شفتوش خبيب سكوت لعمك انك مصري يعني انا شفته بقى بعيني ما تعال حاجه تعال اقول لك تعال لو سمحت يعني لو شفتناش تقول لي ولا لا انا ما متفاجئ انا قلت في مره غلط في حياتي يا عبد يا اخي انت شفت بقي ابو حاجه يا اخي قف التشتن هب عليكم يا اخي كلام الله يسامحك خلي اللاعبون تشوف هذا كيف تشوف يعني اي زبون يجي عندنا تكونوا تقولوا شلي حاجه هذا حق الكبسه رقم باهم بامك صح يعني انت الان غلطه المفروض كنت تتاكد صح يا اخي كيف ما تطلع هذه اسف بعد ما تقول لي انا ما انا عارف ايش الله المستعان يعني خلاص معلش بيحاسب عليك يا ضرب بعدين صورتي سالك بالله سارق انا صورتي سارق اصلا حركاتك كم صورتك يعني حركاتك ما هيش طبيعيه وانا كم تقول لي ليش الابن هذا كم حسابه الان هذا كم حسب لا بعدين انت اللي قلت لي سرق البسكوت انت اللي قلت لي حاجه دخل في حاجه ابوك وهذه حاجه اللي خليتها يا عم هذول كانوا متعاملين. طيب لحظه انا لما شفت واحد حركاته مش طبيعيه ايش بس الان طلع بريء خلاص انت بريء يعني هو قد بشيدي بيشترون الابن هذا طلع الان الكلام عليك يعني انك متاكدش واتهمته تهمه باطله كم حسابك حق هذا ولا خلاص انا ما عشت شلوا حاجتكم لهم خلاص يا اخ تعال لا تزعلش خلاص احنا ماشيين سرك لا عيب انت الان كريم شكرا على تبليغك بس الان الاخ ما طلعش معه حاجه انا راح انا شفته بعيني طلع بس يعني لا احنا لقينا بعينك بس هذا زبون بس احنا الان فتشنا انا قد كفايه احنا فتشنا انا شفته انا والله انه طالع لهنا طيب وين هلا وين يا اخي الحاجات لانه شايف لك بعد
الان ما ثبتش عنه صح ولا لا؟ ما ثبتش عنه لان انا شفته بعيني. خلاص انا مريت يا اخي. عيب عيب تتهم الناس. لا بطل سرقه. ما لا عيب. بتقول لي يا اخي تقول لي انت كذا بس عيب. احنا الان نبحث عن دليل يعني الان ما ثبتش علي. الله يكرمك. ايش قصدك؟ تونا زبون عندنا. احنا غلطانين لا خبر ولا سرقوا براحتكم. بس الحين انا اشكرك على شكرا انك بلغت بس ما طلعش معه حاجه. هذا غلاط لازم اقول لك اشتراك من هذا ولا طلع عن بجيبه بس الان ذوها يا جاي طلع عن بجيبه. تكلمت يا جماعه الله يكرمكم الان اعتذروا له عادي يعني كونوا زبون عندنا. انا اسف بس كيف خليك على منك. اعتذر له انت كمان. لحظه لحظه كيف اسف؟ انا مش جيت كلمه اسف خلاص خلاص ايش والله كلمك العامه بس صابرك ترى والله نفعل لك نتكلم احنا ايش نفعل لك. حاسبه على هذين. حاسبه سرقتين هذه كانت معك بجيبك. هذه هاي طلعتها هنا خليتها طلنا كذا. ولو ما كلمته انت ركز علينا انا قاعد ادور على الشلفات لا اكلم الجماعه. بس الان هي الان في السله ما هو قال لك ذكي خارج ما تعرف ذكي. احنا تكلمنا خرج يا غلق احنا تكلمنا رجع خرج يعني الان هذا ذي بالسله هذا ولا طلع عن قدام عيني بجيبه كذا وانا جنب الان الواضح امامنا انه الان شعب يمني خبر بالحق قالك لا انت رقدت رقدت تمس رقدت الكريم رقدت تمس بطل سرقه اخي الكريم ايوه رقدتوا خلك رقدت وانت رقدت فدك مركز بس بس على على كل ما هو عارف انه ما خلاص خلاص نتكلم معاكم الان ما ثبت على صح ولا لا. شكرا شكرا على اخي هذا هذا انت شفت انا شفت انا سرق انا شفتوك انا شفتوك انت شفت هذا هذا الشخص هذا الشخص قدمت بلاغ عن الشخص هذا يا اخي. طيب لو سمحت تعال فتش ارجع هنا خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه شوفه شوفه يا اخي خلوه خلي فتشك معلش لا تفتش لا ما. كيف لا تفتش ما تشتم عليكم صلوا على النبي فتشوا فتشوا ها وين اللي شليته؟ جبته ما قلناك شليته كيف هذا؟ فين فين الحاجات؟ ما ايش في؟ متأكد انه اخذ؟ اخي شفتيه بعد دقيقة. طيب فين الحاجات؟ فين الحاجات الان؟ شوفوا فتشوا عم الزول. مو بوصل مالك انت تعقن تخلوهم يفتشوا الناس صلوا على النبي. اذا طلع بريء طلع بريء الشخص صح؟ يعني رجاء تعال لو سمحت اعتذر له. نعتذر للزبون كيف سارت بس كيف العفو الحين انت اعتذر له بوس براسه بوس براسه. طيب الان ما طلع ما معوش حاجه حرام هذا زبون عندنا يعني ما يقعش هنا اي زبون جاي نقول له سارق لا لا مش كذا ها انا شفته مخلص. طيب الان ثبتنا كمان تقول شفت انا يمكن كذا قزعوا مع الدور قالوا هنا بس عيب عيب الحين انا صورتي شوف 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 سارق يعني بيدفع قيمته خلاص بس يعني غلط برضو بحقه صح. طيب تعال تعال شغلك تعال شوف هذين الحاجات كلهن ما دام تقول لي سارق عليك الحساب يلا خلاص حرام ما يكون الحساب الا له. اخينا شفتوا كذا قزعنا هنا يمكن ترى هنا ما بس قد فتشوا انه الجماعه ما في شان عنده حصل خير حصل خير. حالك مثل حالي كنت عادي او مثالي شوف حالك
حالك مثل حالي، كنت عادي أو مثالي، وش تسوي لو حصل لك أو جرالك ما جرالي. شوف حالك يا جماعه.